نمستي زندگی محبت جی جخت فيا شاروخان هو جاي يدير على اي شهر هنا شافني عجبته هو في الحقيقه ما كانش عاجبني نهار الاول ولاني بدك يقول لي كتعجبيني وكان بغيك كنحس براسي مش حالة دي وانا كنعرفك قلت لي شوف الله يخليك انت هندي وانا مغربيه ما تهنتش عليا الله يرحم والدين الجواج هذا والصقني قلت لي شوف الا بغيتيني جي لدارنا ندمني شاروخان جا للدرب وباقي ما سولش على دارنا عتوالي ويلا وصل حدا الباب باقي ما دقش حلي الواليد الباب مع جدا سمعات وشاد 700 مليون في اشهار سدات الساق سدات الزكروم دارت واحد النقطه كحلات على القطران وتقاودت معاه ها كيشوفها شاروخان كتقول ليه مرموحه شنو هي هاد مربوحه الله اعلم الواليد شاروخان باقي ما دواش قال لي الله يكمل بخير نقراو الفاتحه قال لي شاروخان اشنا هي الفاتحه نقزت جده لا حرام ما حافظش الفاتحه ما ياخذش بنتنا قال لها الواليد وليني راه الاشهار الاخر 700 مليون قالت لي حفظها لي حفظها لي دارت عدي قالت لي شوفي يا بنيتي راه كاين الراجل وكاين البريكول هذا هوته قالت لي يا الرجاله راه عطام الله البريكولات موجودين عاهما الهوته كتجي مره في العمر تضيعيها نضيعك نقز واحد خالي محسن داير راسو خايف عليا قال لي ميا في الحقيقه لا جيتو عليا انا نسولو عليه وشاروخان عباد الله العالم كامل كيعرفو خالي اللي خالي ما كيعرفو حتى واحد باغي يسول عليه قلت لي يا خال هذا راه شاروخان راه العالم كله كيعرفو قال لي مالو البسطاوي قلت لي انت كتعرف على البسطاوي والسلاوي قال لي وكريمو قلت لي دابا من الاخر واش ما بغيتينيش ناخذ شاروخان قال لي لا قلت لي انا غنمشي لبيكوب خرج ما جاوبنيش مشى رجع في العشيه الرويد ما كيدوروش جا عندي ديريكت فين قلت لي باغا تمشي قلت لي قلت لك باغا نمشي لبيكوب بيكوب واد بيكوب فاش خدام قلت لي لا خالي راه ما خدامش هو هذا راه برنامج برمانج واخا برمانج نسولو عليه أفين كابيكوب إلا كنت راجل خرج طبيعة حالك الضحكي تحية لرجاء تصفيق عليها